نعم سهام، كان من المتوقع أن يستهدف الطيران الحربي اليوم منطقة البقاع بالتحديد بعد إسقاط حزب الله لمسيرة إسرائيلية اليوم فوق جبل الريحان في جنوب لبنان، وهي المسيرة رقم 7 التي يستهدفها سلاح الجو لدى حزب الله في هذه المنطقة وتسقط داخل الأراضي اللبنانية، وهي من نوع هرمز 900، هي الثالثة من هذا النوع التي سقطت اليوم. كان متوقع أن يكون هناك ضربة إسرائيلية على منطقة البقاع كما شهدنا سابقا خلال إسقاط حزب الله لهكذا أنواع من المسيرات. بعد منتصف الليل تقريبا شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة استهدفت منطقة الحوش في قضاء الهرمل في البقاع شرق لبنان، وبحسب المقاطع التي وردت من تلك المنطقة يبدو أن الاستهداف عنيف جدا بسلسلة من الغارات تشير إلى احتراق أو تبين احتراق عدد من الصهاريج، ربما هي صهاريج تحمل مادة المازوت. وبحسب المعلومات الأولية هناك 3 قتلى وعدد من الجرحى، أيضا هناك معلومات يعني قضاء الهرمل هو منطقة سكنية بها أهالي. نعم بطبيعة الحال هو قضاء في منطقة البقاع، البقاع الذي يقع شرق لبنان، هذه المنطقة التي يوجد فيها تواجد كبير لحزب الله، هناك مناطق واسعة يتواجد فيها حزب الله بشكل كبير جدا، وهناك بحسب المعلومات وبحسب ما ينشر هناك مناطق للتدريب في تلك المنطقة. منطقة البقاع هي تعتبر خزان حيوي لحزب الله، والطيران الإسرائيلي لم يستهدف هذه المنطقة للمرة الأولى، إنما استهدفها سابقا وبالتحديد بعد إسقاط حزب الله سابقا لمسيرات أيضا تابعة للجيش الإسرائيلي. المعلومات الأولية سهام تشير إلى أن القتلى هم من التابعية السورية، لكن هذا الموضوع لم يتم تأكيده حتى هذه الساعة، وهناك جريحين أيضا بحسب المعلومات الأولية، لكن بطبيعة الحال نحن ننتظر تأكيد هذه التفاصيل. لكن هذه الغارات بالتأكيد أدت إلى سقوط عدد من القتلى وأيضا عدد من الجرحى في تلك المنطقة التي تم استهدافها اليوم. وتجدر الإشارة أيضا سهام إلى أن الطيران الحربي قبل حوالي ساعتين من الآن كان يغير بشكل منخفض فوق مناطق الجنوب وبالتحديد جذين. نحن شاهدنا طائرتين حربيتين تتوجهان من منطقة الجنوب أو من سماء الجنوب، ربما هي الطائرات التي أغارت على منطقة البقاع، لكن وجود الطيران الحربي كان مشاهد بشكل واضح في سماء الجنوب خلال ساعات الليل. و قبل حوالي أقل من ساعة كان هناك استهداف لمنطقة البقاع، وكان هذا متوقع كما ذكرنا بعد أن استهدف حزب الله هذه المسيرة اليوم وأسقطها فوق جبل الريحان في جنوب لبنان. شكرا جزيلا لك حنان عيسى، ونتابع معك كل التطورات. كنت معنا من جنوب لبنان.